زي ما امتعتنا على مدى سنوات عمرنا كلها. ربنا يديلك الصحه وتعلمنا قد ايه يعني ايه الشياكه، يعني ايه الفنان النجم خلقا وفنا وشكلا ومظهرا وكل حاجه. نموذج الاستاذ وليد توفيق نموذج، انا اتمنى انه يكون مثال لكل مطرب شاب عايز يكمل حياته وعايز يقول انا فنان. الفنان مش اغنيه حلوه ومش نجاح وشهرة بس، الفنان قيمة وعطاء ومشوار كبير شكل ومضمون. زي تبقى واقف على مسرحك وانت راجل راقي بتقدم فن راقي، شكلك شكل راقي مش الاعمال البهلوانية اللي بنشوفها. فانا لو بوجه للاستاذ وليد توفيق اخويا وصديقي وحبيبي رسالة بقول له صدقني احنا النهاردة بنكرم قيمة كبيرة على المستوى الفني والاخلاقي ومستوى الاداء الراقي للفنان. الفنان يعني انا بتفرج على مهرجان القلعه اول امبارح، بسم الله ما شاء الله مش هقدر احسده بقى طبعا على الجمال والشياكه وحاجه تمثل العرب وتمثل الفن. وسفير للبنان بجد، وسفير لينا كمصر بجد، وسفير للامه العربيه بجد. نورتنا وشرفتنا. انا راجل مدمن وحدة الأمة العربية. الله، أنا راجل عاشق وحدة الأمة العربية. أنا بحب الوحدة العربية. نورتنا يا أستاذ. نورت الدنيا. العرب أوفى لكل شاب سمعه، لكل فتاة سمعته، أوفى في عطائه الفني في كل كلمة قالها. بالمناسبة كل مناسباتنا الجميلة لازم يحضر فيها وليد توفيق صوتا وصورة. خليني بقى انا ادي كل التكريم ده للصحافه المصريه والاعلام المصري واللبناني من كل قلبي والله. وليد كلمه الجمهور حضرتك عبر موقع بصراحه لبناني. حبكم من قلبي باللبناني، بموت فيكم بالمصري. احنا كمان بنحب وانت من عظام الرقبه. من عظام الرقبه. من عظام الرقبه. انت حضرتك اي رقبه بس. دي احلى كلمه لبناني يعني. باسم موقع الجمهور، باسم موقع الجمهور بنقول لحضرتك كل الشكر. ان شاء الله لبنان. لا احنا عارفين وضعنا كتير صعب. ارجع الموبايل. انا رقبتي اتكسرت. كلمه كمان عمال لو سمحت لو صوتي ارجع ورا. عادي عادي. شكرا.